للمزيد من المتابعه والمعرفه معانا دلوقتي دكتور عاطف فايد استاذ التغذيه بجامعه عين شمس. دكتور عاطف صباح الخير واهلا بيك. يعني صباح الخير وعلى السادة المشاهدين. اهلا وسهلا. حضرتك بتشوف ازاي اهميه وجبه العشاء وهل ضروري تناولها وعلى ضوء برضو اللي احنا قريناه من نصايح خبراء التغذيه بعض الناس ممكن تقول طب يعني هنتعشى ايه؟ هو اهم حاجه في وجبه العشاء ان لازم تكون قبل النوم بساعتين، يعني ما ننامش بعديها بفتره سريعه، لازم نتاخر شويه ساعتين او اكتر، علشان طبعا مساله وجود كميه اكل في المعده اثناء النوم دي مساله في حد ذاتها عبء كبير جدا جدا على صحه الانسان. الأغذية الدهنية وخاصة المقلية دي في منتهى الخطورة، لأن الدهون تعرض لحرارة بيحصل فيها نوع من الأكسدة، وده شيء طبيعي لأن الحرارة مع الهواء والحاجات دي كلها بتسمح بالأكسدة، وده بيسبب حمو الجوف أو اللي هي ارتجاع المريء. طبعا غير ما ان الدهون من المواد اللي بتغيب جدا في المعده، يعني ويعني تاخد مده طويله في الهضم بتاعها. ده بالنسبه للدهون. البروتين برضو، الاغذيه الغنيه بالبروتين، يعني ما يتعشاش لحوم يعني ولا يتعشى لحوم مصنعة اللي هي مليانة مواد حافظة. دي برضو ممكن تكون بتسبب ارتكارية، بتسبب حساسية، بتسبب نواحي كتيرة جدا من مؤرقات النوم. يعني البعض هيقول ممكن لحضرتك يا فندم ان هو متعود كده على طول وبقاله سنين عايش على كده وبياكل. ما المشكله ان في ناس وخاصه اللي بيتناولوا وجبات بره بيعتبر يعني الخروجه دي بالليل دي يعني ترفيه، ومنها يتعشى بالمره كمان وحاجات زي كده. وطبعا كل الاغذيه اللي موجوده في الفاست فودز والاغذيه الموجوده يعني نسبة الدهون بتوصل لحوالي 50%، برجرز ولا فراخ متحمرة ولا بطاطس وحاجات زي كده. والأدهى كمان ان بيبقى معاها مياه غازية يبلع بيها، وبالإضافة للسكريات برضو كمية سكر طبعا رهيبة. وغير ما ان المياه الغازية اصلا يعني بتسبب سوء تغذيه. دكتور سوء تغذيه. نعم. دكتور عاطف، في بعض الناس زي ما بنقول كده غداهم عشاء او عشاهم غدا، يعني هم وجبه العشاء دي بتعتبر وجبه الغداء بتاعتهم، شغال طول اليوم راجع متاخر هياكل عشان ينام. يعمل ايه؟ لا، الزكاه دي الوجبه الرئيسيه عنده وعند اغلبنا، يعني اللي هو بيتاخر لغايه الساعه 6 7 ده يبقى ما ينامش قبلها بساعتين او ثلاث ساعات. غير كده ما يتناولش المشروبات المنبهة، الشاي والقهوة والحاجات دي كلها، دي كلها مؤرقات. كذلك زي ما قلت لحضرتك المياه الغازية بتعمل سوء تغذية، لأن بتأثر على امتصاص الكالسيوم في الجسم. بتأثر على امتصاص الكالسيوم في الجسم، وبالتالي يبقى واكل حاجات فيها كالسيوم كتير، ورغم كده هو جسمه ما بيقومش بامتصاص الكميه اللي هو محتاجها من العناصر دي. تمام. يعني المشروبات اللي بتنصح بيها، يعني لابد كمان ان يبقى في تناول الوجبه الغذائيه بتاعت العشاء الاكل الخفيف طبعا، لابد ان يكون في المتناول معاها اليوجورت. لو ما بياكلش زبادي يشرب كوبايه لبن دافي. ايوه. او مشروبات من اللي هي زي اليانسون، دي كويسه بتساعد على تحسين الأداء الشعب الهوائية والجهاز التنفسي، وبتقي كمان من نزلات البرد. ما في مشروبات كثيرة جدا، النعناع. الموضوع ده كله في الأول برضو تعود، في الآخر في الأول هيجد صعوبة، هو النمط الغذائي. النمط الغذائي للأسف يعني عدوى.
بس نقدر نغير ونغير من الانماط الغذائيه، مش ما اصبحتش فرض ان احنا خلاص طالما احنا نشانا على كده او مشينا فتره طويله على كده فمش صعب. والله احنا عايزين نبقى عندنا زي اجراء، زي كمان زي اجراء منع الشيشه ايام الكورونا. يعني في اجراء بان المواد الغذائيه اللي بتقدم في المطاعم والحاجات دي كلها تبقى، وخاصه بالليل، تبقى نسب الدهون والزيوت الموجوده فيها يعني ما تتعداش حد معين. شكرا لحضرتك. كده طبعا الشخص هو المفروض يكون حريص على نفسه اكتر من اي حاجه تانية. صحيح. الدكتور عاطف فايد استاذ التغذيه بجامعه عين شمس، شكرا لكم ويوم سعيد عليك.